باب أكبر الكبائر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت له: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك أي امرأته.